موضوع الملطومت. الملطومت أول شيء هو مصطلح مهري. ملطومت تستخدم الملطومت يعني على سبيل المثال بعض الأحيان يكون في يدك ثقل معين خاصة عند أصحاب الشلل أو شيء، يقول لك نريد نسوي له ملطومة. الملطومة يعني باختصار يجي أشخاص معينين زي ما ذكرت في بداية الحلقة، يكونوا أشخاص معينين ذوي خبرة أو من أسرة معينة، كل واحد في مجاله، كل واحد في مجاله معروفين كذا، يجوا من خلف الشخص ويقوموا ب يعني نحن نقول هوط به، يعني يخلي الشخص يقوم يعني عنده فزعة في نفسه، خوفه. طيب هذه تفسيرها، بس في شيء إنه وين يضرب الشخص؟ يضربه في المكان اللي يتضرر فيه، مثلا على سبيل المثال في اليد، فيجي من وراء ويضربه في اليد مع التخويف مع الصوت، يضرب مكان مكان الضرر نفسه. شوف اكثر من يعني الاوقات اللي تستخدم فيها هذه الملطومه هي اوقات القلطات. صحيح ويعني وفي نوع اللسان يتوقع حتى تعرف ليش، لانهم هم يقولوا ايش، يقولوا ايش، يقولوا ان في عروق الدم فيها متجمد، فانت لما تقول ها يعني الدم كذا الجسم يتحرك، يتحرك والدم يتحرك. في معلومه كمان في الملطومه اللي هي اول يوم، يعني مثلا يوم سويت الملطومه اللي المسك اليوم 40 يوم ما تلمس حد ولا تجي حد ولا تجي حد، ولكن ولا حد يجيك. ننوه ان في بعض القلطات مثلا ما تقدر تسوي لها ملطومه، يعني أكيد بعض القلطات قلطات يعني، ولكن هو تصرف معين يعني او عاده من العادات القديمه. وايضا الهمد الاكل يعني اللي تاكله بعد الملطومه هو نفس الاكل، هو الثابت، ايوه الثابت 40 يوم، والموضوع يكون في ظلام وشخص معين فقط، هو حتى البروده توقع ظلام، لازم يكون في ظلام، البروده يبتعد من الناس، ينعزل الناس 40 يوم. هي تفاصيل، سبحان الله، في غرض كثيرة. شوف في غرض، وفي ناس كثير على فكره المعلوميه يعني علشان المشاهد يعرف ان في ناس اشتفت من هذا الشيء، لكن كثير. بغض النظر عن زي ما قلت تبدا ايجابيته سلبيته، نحن بنطرحها مثل ما هي اسباب معينه. طيب